بيتهم كل تفصيلة في حياتهم وفي كلامهم وفي نكاتهم غير بقية الناس. ناس تدخل قلبك من غير أي استئذان زي الفل يحبوا الكل وناس جدعان وانت معاهم تنسى همومك لو زعلان وده عايش مع نفسه باشا وفي وشه سماحة وبشاشة لو تطلب عينه منه ما يستناش وده راضي بحاله وده حامد وده وقت الشدة راجل جامد بيتهم تركيبتهم كل تفصيلة في حياتهم وفي كلامهم وفي نكاتهم غير بقية الناس. ناس تدخل قلبك من غير أي استئذان زي الفل يحبوا الكل وناس جدعان وانت معاهم تنسى همومك لو تسجل اليوم جامعة عين شمس فخرا واعتزازا بكل ما قدمه معالي الأستاذ صلاح عبد العظيم أمين عام الجامعة من مهنية راقية وأخلاق سامية وقيادة رشيدة، فقد تولى سيادته مناصب قيادية عديدة بجامعة عين شمس، منها أمين عام كلية الحاسبات والمعلومات وأمين كلية البنات وأمين كلية الزراعة، ثم تولى سيادته أمين عام الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ووصولا إلى أمين عام الجامعة الحالي. أهلا وسهلا بمعالي الأستاذ صلاح عبد العظيم. أهلا بحضرتك وأهلا بالقناة وكل القائمين عليها، وحقيقة يوم النهاردة يوم عظيم، بشكر حضرتك على المقدمة طبعا اللي قلتيها والحمد لله أنا يعني بشعر النهاردة أن أنا يعني أديت رسالتي وربنا أكرمني بأن أنا توليت عديد من المناصب في الجامعة، بداية من كلية حاسبات زي ما حضرتك قلتي من خلال 2004 ل 2006 وكلية البنات من 2006 ل 2008 وعين كلية زراعة لحد 2010 أمين جامعة مساعد شؤون التعليم والطلاب أمين عام الجامعة. الحقيقة رحلة أحمد الله أنها يعني أزعم أنها مليئة بالإنجازات، اجتهدت فيها طبعا، حاولت ان انا يعني اكون فاعل جدا فيها وان انا اقدم للجامعه جزء من اللي هي قدمته لي ومنحتني فرصه ان انا اكون احد قيادتها. النهارده يوم جميل، يوم تكريم الموظف المثالي ويوم رائع في تاريخ الجامعه وقياده الجامعه. حقيقه في مستشفى الاستاذ دكتور عبد الوهاب عزت والساده النواب والحقيقه القياده السابقه كانت حريصة جدا على أن اليوم ده يكون يوم ثابت ويوم الوفاء ويوم الشكر لكل من قدم للجامعة من جهد وأخلص وأتقن عمله، وحياة الجامعة سباقة دايما في تكريم أولادها وتحفيزهم على تقديم المزيد من الجهد والإنجاز، فهو يوم حقيقة يوم رائع وأنا بشكر كل من تعاون معايا وبشكر كل من قدم لي يعني يد المساعدة والعون وكل من ساهم وساعدنا في نحن نقدم أي إنجازات للجامعة. معالي الأستاذ صلاح عبد العظيم، نعلم جيدا أن سيادتكم توليتم منصب أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة في فترة عصيبة كانت تمر بها مصرنا الحبيبة، فعايزين نعرف من سيادتك إزاي قدرت أن أنت تتصدى لهذه الفترة وأن جامعة عين شمس كانت أقل من جامعة فيها مظاهرات وشغب وإحنا نعلم جيدا اللي كان بيحصل في الفترة دي، فعايزين حضرتك تكلمنا عنها. هو حضرتك زي ما بتقولي فعلا كانت فترة عصيبة جدا، لأن حدا من بعد أنا توليت في الفترة من 2010 شهر 4 2010 وبعديها جت ثورة 25 يناير،
فكان يعني فعلا فترة عصيبة جدا. ان حقيقة انت عارفة الانفلات وما كانش فيه يعني ضابط أمنية, ويعني كان في حالة من السيولة كده في البلد. الحمد لله بفضل الله وتعاون كل زملائي وقيادة الجامعة, احنا كنا الجامعة زي ما قلتي الجامعة اقل جامعة في تعرض للمشاكل الأمنية, لان كان علاقتنا بالولاد الطلاب طيبة جدا. الأمين المساعد بيتبعه المدن الجامعية وشؤون الطلاب ورعاية شباب, وده كل ده بيخدم الطالب بشكل أساسي. الحقيقة تواصلنا مع الطلاب واستوعبنا متطلباتهم ومشاكلهم, فده قربنا قوي منهم, وحد كتير جدا من انفعالاتهم وحد من ثورتهم. فده يمكن كان يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا, ومهارة التعامل مع الطلاب, لأن أنا حياتي كلها تقريبا بتعامل الطلاب منذ تعييني. أنا اشتغلت في رعاية شباب ما يقرب من 20 سنة, تعاملي مع الطلاب كان كبير جدا جدا في كل المناحي. طلاب المدن هم طلاب الجامعة برضو, استعبنا برضو أن هم ليهم متطلبات وكان لازم نحققها. يعني مسألة توفير مكان لائق بيهم مناسب, التغذية, التهوية, المتطلبات, التكنولوجيا, مراكز التصوير, حقيقة يعني قدمنا لهم ما يوفي ويقارب انه بيعيش في بيته, يعني يمكن احيانا بيبقى افضل برضو. وشفنا مشاكلهم وحليناها بشكل جيد, وده خفف من الاحتقان كتير يعني حتى على مستوى العاملين برضو. يعني كان عندنا مشكلة برضو ان العاملين برضو يعني مع الثورة كان في حالة من التفاعل معها وطلبات زادت وبتاع, انما الحمد لله تعاملنا بشكل يعني حكيم بتوفيق ربنا, ووصلنا الحمد لله نتائج جيدة جدا, وكنا فعلا زي ما قلت من افضل الجامعات بتقارير الجهات الامنية. استاذ صلاح, باعتبار سيادتك القائد الاعلى للهيكل الاداري لموظفي جامعه عين شمس, عايزين كلمه تقولها النهارده لجميع الموظفين باعتبارك القدوه والمثل ليهم في يوم تكريمهم. والله بقول لهم كل من ربنا وفقه وتم ترشيحه بقول له الف مبروك, وارجو ان يكون التكريم ده حافز وتحفيز ليك عشان تكون افضل السنه الجايه ان شاء الله, تقدم للجامعة كل ما تبذل من جهد وفكر, وتكون نموذج لزمايلك. تكريمك السنة دي ده لا يعني أنك أنت الأفضل فقط, لا, أنت في زمايلك كان ممكن أن هم يكونوا برضو مكانك, إنما أكيد أنت تميزت بحاجة معينة في الانضباط, في إتقان العمل, في انك انت فاعل في ادارتك, بتبتكر اساليب حديثه, بتتعاون مع زمايلك, منضبط في تعاملاتك, مطيع لرؤسائك, كل الصفات دي جميله. وتكريمك النهارده ده تحفيز لزمايلك عشان يبذلوا الجهد اللي يوصلوا بيه لان هم يقفوا على منصه التكريم, ويكون يعني دافع معنوي ليهم. الحمد لله احنا برضو اداره الجامعه بتبذل اقصى جهد في توفير اي يعني شيء يسعد الزملاء. يمكن حضرتك عرفتي الموضوع, المكافاه اللي اتعملت مثلا عشان شهر رمضان, كل سنه طيبين. حاليا برضو ان شاء الله في حاجه كويسه قوي بالنسبه لصندوق الزماله هنعلن عنها قريبا. يعني احنا بنقدر الامكان يعني, والنادي الجامعه ان شاء الله قرب جدا ان هو في تنفيذ بقدر الامكان. الجوانب الاجتماعيه, جوانب الماديه بنحاول نغطيها طبعا تحت قياده السيد الرئيس الدكتور ابو عبد العزيز والساده النواب. ويعني الموظفين الجامعه يستاهلوا كتير قوي, بس طبعا كل شيء بقدر يعني. معالي الأستاذ صلاح عبد العظيم, وتمناتنا لسيادتك بالنجاح والعزة لرفعة الوطن وسمو اسم جامعة عين شمس عاليا. شكرا لسيادتك. أشكرك جدا, وبشكر كل القائمين على القناة, وإن شاء الله جامعة عين شمس دائما في المقدمة ومن أفضل الجامعات في مصر وفي العالم. شكرا لسيادتك.